تعالوا بقى لحد ما تستوي نخلل الزيتون التفاحي الخطير. مقاديري ايه؟ مقاديري يا جماعه هستخدم كيلو واحد من الزيتون، هحط له معلقه كبيره ملح خشن، معلقه كبيره كركم، ربع معلقه كبيره سكر، نص كيلو ليمون معصور. تاني انا الليمون اهو ماشي عصرته، نص كيلو ليمون عصرته. طب الليمون ده هعمل فيه ايه؟ هخلله مع الزيتون. تاني عندي هنا نص كيلو ليمون اهو اتعصر، اداني المقدار ده، هرمي القشر؟ لا، فاغسلي كويس جدا الليمون قبل ما تعصريه وهتخلي القشر معاه. بصوا من الاخر هديكوا احلى زيتون مخلل ممكن تعملوه في حياتكم زي ما مدام سميره قالت، بجد خطير. طيب هحتاج ايه بقى؟ معلقه كبيره هريسه شطه اللي احنا عملناها، وزيت زيتون، نص كيلو جزر بشراه، فلفل حار حلقات، وكرفس. طيب مهم جدا ان انا بقى ده اقعده في محلول. المحلول بتاعي عباره عن ايه؟ لتر الميه عليها 4 معالق ملح خشن ممسوحين، 4 معالق كبيره ملح خشن ممسوحين، لتر الميه عليهم 4 معالق كبيره ملح خشن ممسوحين، والمقدار ده يختلف تماما عن مقدار مخلل اي مخلل تاني. طيب وكمان هحط فلفل احمر واخضر زي ما انت عايزه. طيب تيجوا نشوف بقى ازاي هاخد الزيتون ده هخلله. اولا الزيتون بجيبه بفتحه بالطريقه دي من ظهره اهو، ده من عند ايه البذره من عند ظهره، بروح شقاه الشقه دي 4 فتحات كده خلاص، ما بوصلهاش للاخر. بصوا كده معايا، مش للاخر لا، من فوق بس كده، بوصلهاش للاخر. تمام. وبعدين هنقعه 3-4 ايام، هغير له ميه صبح وليل. هحطه في ميه 3-4 ايام، هغير له ميه صبح وليل. ده بيعمل ايه؟ بيضيع المراره تماما. اتفقنا. نروح نجيب بقى ايه؟ البوله بتاعتنا الكبيره كده. خلوا بالكم الليمون ده بغسله كويس جدا، اعصره وخلي القشر بتاعه، وده احلى ليمون مخلل هتاكلوه مع الزيتون كله في برطمان واحد. يا جماعه ده اختراع. عايزه اقول لكم كانت صاحبتي سهير كان عندها ارض وجابت لي زرعه زيتون، يعني من ألذ الحاجات اللي انا اتعلمتها برضو، ما كنتش عارفه يعني ايه اخلي الزيتون، فجبته قعدت 3-4 ايام انقع فيه واشيل وانقع فيه واشيل، وبعدين عصرت ليمون. قلت طب الليمون ده عامل بايه؟ هخليه وهخلله معاه. عايزه اقول لكم الليمونه لا مش ممكن حلاوتها من الزيتون، الاثنين كده تحسوا ان هي المزازه راحت والمراره راحت، ومش مززه، مش مززه كده زي ما بناكل الليمون في المخللات نحس ان هو مزز. خطير، لازم تعمله بالطريقه دي. طيب هعمل ايه؟ هحط هنا الزيتون بعد ما شطفناه. حاضر، بعد ما شطفناه وعملناه كام يوم، 3-4 ايام، ونغير له الميه صبح وليل، هروح حاطه كده الزيتون عندي هنا من الميه. تمام، وبعدين هحط عليه، حاضر، ادي معلقه السكر، ادي معلقه الملح، وادي رشه ايه الكركم بتاعتنا، وادي الجزر، وعندي كمان الفلفل، وهريسه الشطه. خلاص، واقلب كل ده الاول واقول الو يا دعاء. يا احلى شيف بيبو بالدنيا. يا حبيبتي ربنا يخليكي، انت الاحلى، ربنا يخليكي. عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. زعلانه كتير. ليه؟ علشان تبتنا حلقه التورته بتاع يوم الاربعاء. يا نهار، نعيدها نعيدها.
بصي يا حبيبتي اي حاجه مش هتلاقيها هتلاقيها على اليوتيوب طبعا قناتك. لا 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 انا تابعتها، لا انا اللي ما شاركتش يعني الحلقه. اه طب الحمد لله، فاكره ان ايه فاتتك يعني. لا مستنيه الاخر اتصل بقى علشان اقول بقى حبيبتي. ان انا عايزه اقدم التورته دي لماما بقى لوالدتي وكده. اه الحلقه خلصت. طب حقك عليا، حقك عليا. لا لا ازاي. طب اديها اهداء بقى يلا يا حبيبتي. قلبي كنت عايزه اهديها لوالدتي علشان هي عيد ميلادها وعدى، يعني عيد ميلادها كان 8/8 وعيد ميلاد اختي بكره 28/8 ان شاء الله. كل سنه وهم طيبين يا حبيبتي. ربنا يخليك وربنا يخليكوا لبعض العمر كله. ربنا يحفظك يا رب وتسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها حضرتك. حبيبتي تسلمي لي. قولي لي طيب انت هتجربي التورته؟ ان شاء الله. لا حرام عليكي، دي سهله قوي. دي جميله قوي وسهله قوي. هزعل. لا والله جميله فعلا. لا جميله. اه دي خطيره صدقيني هتعجبك قوي. لا حبيبتي تسلم ايدك والله. لا ده ما فيهاش كلام حضرتك، يعني تسلم ايدك على كل اللي بتعمليه. حبيبتي تسلمي لي. بس مع ربنا مناسبه ان شاء الله جايه ماشي. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي. يا رب كل ايامكم كده مناسبات سعيده. ربنا يحفظك حبيبتي يا رب ويخليكي لينا يا رب دايما منوره في قناتك. يخليكوا ليا. قولي لي طيب اتفضلي بتخللي ايه؟ الفلفل. ايوه اللي. ايوه وانا حريقه في الفلفل، يعني انا بحبه قوي. حبيبتي وصاحبتي وكفاءه. بحب الحراق جدا بس بيتعبني يا شيف والله. هو تعبنا كلنا، بس تفتكري ده يخلينا نبطل؟ لا انا كنت بحب كل حاجه حراقه. مفيش حاجه اسمها تبطيل يا لينا، احنا نتعب ونرجع ناكل عادي جدا. يلا الحمد لله. حبيبتي نورتيني يا دعاء. مين يا شيف؟ ايش يا جميله. باي. بصوا يا جماعه بعمل ايه، بجيب الفلفل احمر واخضر واقطعه كده اهو تمام. بصوا بقى ركزوا لي هنا، اعيروني انتباهكوا، دي حلقه سنويه فلازم تتعمل صح. انا حطيت الاول ايه بعد ما قلبت هنا الجزر مع الفلفل مع معلقه الملح مع الزيتون مع هريسه الشطه مع الكركم، عملت ايه؟ حطيت حبه في البرطمان وحطيت شويه ليمون عليهم خلاص، وبعدين احط فلفل ميكس، وبعدين ارجع احط تاني زيتون بجزر اهو ماشي، وبعدين ليمون اهو عليها، وبعدين فلفل الوان، وبعدين احط ليمون بجزر. لازم اعمل الرق ده. ودعولي ادعولي كده ما تفتحوا عليه اهو تمام. اكبسي، مهم جدا اكبسي، كبس كبس اهو تمام. وبعدين هروح حاطه تقولي ايه الايه الفلفل، وادي الليمون تمام كده تمام كده. عندي هنا بقى الخليط بتاعي اللي هو المحلول اللي هينزل هنا بقى، اللي هو عباره عن ايه، نشيل كده بس اهو، عباره عن ايه، ميه، لتر ميه. هحط هنا الليمون الاول. بصوا بقى الليمون كده عشان ده ما يتحطش مع الميه، الليمون الاول اهو. يبقى كيلو زيتون تفاحي بياخد قد ايه ليمون؟ نص كيلو ليمون معصور، والليمون ما برميهوش بخليه. طيب عندي بقى هنا شويه الميه اللي هما اللتر ميه، عليهم 4 معالق كبيره ملح، ولازم ادوب الملح كويس جدا اهو. وعندي هنا الكرفس بقى هحطه على وش ايه، عندي البرطمان تمام. طيب يبقى انا اخر حاجه عملتها ايه، حطيت الليمون بعد ما مليت البرطمان رق ورق، رق زيتون بالجزر، رق ليمون، قشر الليمون، رق يا جماعه رق فلفل، وبعدين قفلت عندي هنا البرطمان وحطيت الليمون الاول. مش الليمون ما يتحطش هنا، هنا الليمون، هنا الليمون خلاص. وبعدين عندي هنا الملح بقى بدوبه فين، في الميه. وبعدين اروح عامله ايه، جايه كده وحاطه بقى الميه بالراحه علشان انا ماليه هنا عندي ايه
البرطمان. بس كده. واروح حاطه في الاخر شويه زيت. بس استنوا اقلب ايه، حاضر هقلب هنا. الهريسه استوت، بصوا بقى يا جماعه ما بيبقاش فيها نقطه ميه، ازاي ريحتها خطيره. الهريسه عندي كده ايه، استوت تمام جدا جدا اهي، تعالوا شوفوها. وهحط هنا بقى ايه، زيت الزيتون على الوش. وخلاص كده انا خلصت البرطمان بتاعي. بصوا الحلاوه، احلى زيتون مخلل هتدوقوه. طب يا فيفا انا ينفع اكل منه اسرع من كده، اسرع من 10 15 يوم؟ اه طبعا، تبان ان هي مستحيله لكن ينفع. عارفه تعملي ايه؟ بصوا الهريسه خلاص استوت معايا، هبعدها عن النار اهي، خلاص كده ما بقاش فيها نقطه ميه، تمام هبعدها عن النار بقى. ريحتها جباره جباره جباره. طيب هعمل ايه هنا بقى؟ لو عايزه تاكلي الزيتون ده في 3 4 ايام، 5 ايام بالكتير قوي، عارفه هتعملي ايه؟ الميه دي، بصي الميه دي انا غليتها وسبتها تبرد، لازم تكون ميه مفلتره او من الفلتر، مش ميه من الحنفيه، واكيد مش ميه معدنيه. الميه دي مغليه وبعدين سبتها تبرد. طيب انت عارفه لو عايزه تاكليه في اسرع من كده تعملي ايه؟ هتغلي الميه تدوبي فيها الملح وتحطي على الزيتون وتدعي لي. هتاكليه في اسرع من كده بكتير، لا 10 ولا 15 يوم، 5 ايام بكتير قوي، وتكوني واكله احلى زيتون مخلل. هيطري؟ لا، هيسوهولك. اعمليها وجربيها ببرطمان صغنن زي كده، وده احلى برطمان زيتون. طيب هنعمل بقى المخلل كمان، الخيار على طريقتي بطريقة سهلة جدا جدا، ومش هنستنى لا يوم ولا اتنين ولا تلاتة ولا 10 دقايق، احنا هناكله في ساعتها. ازاي؟ بعد الفاصل، استنونا.